المتميز تامر عبد السلام، شوط أول متوسط ينتهي بتقدم النادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء. أحرز هدف التقدم للنادي الأهلي اللاعب ميدو أسامة في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، صناعة اللاعب محمود حمدي. نروح لفاصل، وبعد الفاصل التحليل الفني مع الكابتن عادل طعيمة والكابتن محمد حشيش. ايديكي مش فاضية؟ شلت اوزان بس مش شايل محفظة. عاش، شيلوك الليلة ومحدش شال معاك. على طول مستعجلة؟ ما ينفعش تلمسي حاجة؟ بقول لكم ايه، هاتوا سايب باي باند، اسورة دفع ذكية وبنفس امان الكارت. وكمان ووتر بروف. قناة مدرستنا 3 جددت شكلها. أفضل محتوى تعليمي. برامج جديدة مع أقوى النجوم. أهم المراجعات النهائية لكل المواد. أمتع السهرات كل ليلة. قناة مدرستنا، التعليم والترفيه في مكان واحد ولكل أفراد الأسرة. قناة مدرستنا 3 على الترددات التالية 12206 أفقي. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن عادل، رغم تقدم النادي الاهلي في الشوط الاول في الدقيقه 23، لكن الاداء مش زي ما احنا ما توقعنا. قلنا بدايه الشوط ممكن نكون نشوف اداء اقوى من كده. شفت الشوط الاول ازاي؟ هو الريتم سريع قوي في المباراه، وطبعا احنا ده الاسبوع الثاني. الاسبوع الثاني بقى الاولاد لسه فورمه المباريات لسه مش موجوده، لكن في بعض اللاعبين ما عندهمش العذر. يعني ميدو نبيل كان بيلعب مع الفريق الاول، وكان في مع الفريق الاول في حتى في فتره الاعداد. النهارده برضو اداؤه مش الاداء ال 45 دقيقه، يعني ان محمد شرقيه بيأدي اداء عالي جدا. يعني ده الفرق بين الاثنين. الملاحظه اللي انا شايفها انه عندنا ثلاث فرص كان ممكن جدا بالتعاون كان ممكن يبقى في اهداف. يعني محمد حمدي في الدقيقه 6 الجول طلع مع سرد باك، الاثنين غلطوا في الهجمه، في الكره راحت لمحمد حمدي، لو لعبها لزميله محمد اشرف كانت تبقى هدف. في الدقيقه 9 برضه تسديده انفراد، وبرضه نتيجه برضه لسه حته التركيز على المرمى. طبعا في الاسبوع الثاني دي الفرصه اللي كانت في الدقائق الاولى، كانت عادي حاجه بتقولها في الدقيقه. بص يا كابتن، هنا لو حطها لزميله شوف، هنا بحطها لزميلكم الجول فاضي، وكان عنده فرصه كمان يعدل جسمه وممكن يسدد افضل من كده. وكان لو لعبها لزميله بدل ما يلف كان يلعبها لزميله طبعا. وفي في الدقيقه 9 تسديده فوق العارضه كان برده فيه انفراد، لو حطها يعني على الارض كانت هتبقى افضل. طبعا الجول كان جميل جدا، محمد حمدي طلع وحطها. دي برده الفرصه الثانيه حضرتك بتقول عليها، دي برده نفس اللاعب مهاجم النادي الاهلي محمود حمدي. بحيي جدا لحارس المرمى، الحقيقه ادى اداء رائع جدا. هم مستغلين الجبهه اليمين، مصطفى مخلوف بتاع الاهلي، حارس مرمى الاهلي مصطفى مخلوف. حارس مرمى الاهلي الحقيقه ادى اداء اكتر من رائع، في انفرادين هو طلع اخذهم، والكرات العاليه في الراجل بيلعب الاوت. طيب بيلعبوا زي الكورنر بيطلع ياخده. دي برضو من ضمن الفرص الكابتن عادل طعيمه بيقول عليها في تالق مصطفى مخلوف. أجاد بشكل كبير جدا في الشوط الأول مصطفى مخلوف، وباين عليها كابتن حشيش الشغل بتاع ميشيل يانكوني في الدرجة الأولى. عايز أقول إن النادي الأهلي عنده مشكلة، إن هو اللي إحنا قلناها المفروض يبتدي بيها من أول مباراة إن هو استغل الضغط، ما حصلش كده. حصل العكس، بتروجيت هم استغلوا إنهم بيلعبوا النادي الأهلي، بيلعبوا زي ما قلنا في جمهورية ممتاز. فهم اللي ضغطوا على النادي الاهلي، غيروا تكتيك النادي الاهلي، بقى النادي الاهلي هو اللي لعب كور طويله. برغم ان المفروض الطريقه اللي بيلعب بيها النادي الاهلي بيلعب ثلاثه ورا والباكين ضامين على نص الملعب، يعني المفروض تستحوذ على نص الملعب، ده مش حاصل. وتفرغ ميدو نبيل ان هو يقدر
يلعب بلاي ميكر اكتر ويغذي، انما احنا بنعتمد على السرعات وكور طويله. هم كل لعبهم طبعا من ناحيه اليمين بتاعتهم، من ناحيه اللي هو رقم 10 بتاعهم اللي هو محمد ابراهيم ده الاشول، رقم 10 ده لعيب كويس قوي، بيستغل الحته المساحه اللي فاضيه ناحيه الشمال عندنا، عملوا منها اكتر من هجمه الحقيقه سريعه جدا، بيضغطوا جامد جدا، بيضغطوا على المدافعين بتوعنا. لازم المدافعين بتوعنا برضه يا اسامه ياخدوا الناس ويطلعوا بيهم على نص الملعب عشان المساحات شويه، الخطوط بعيده كابتن عادل بتاعتنا عن بعضها، لازم يقربوا من نص الملعب شويه. طبعا الشوط الاولاني نجمه طبعا مصطفى مخلوف، وده حارس على فكره احنا جايبينه من نادي الترسانه، والحارس رقم 5 في الفريق الاول بعد طبعا شوبير مصطفى شوبير وحمزه، هو مع الفريق الاول كذلك. برضو الشوط ده تميز لحراس المرمى، في شفنا برضو محمد عادل حارس مرمى بتروجيت ده على فكره الحارس الثاني بتاع منتخب الشباب اللي كان في كاس العرب، فده برضه من الناس المميزه كابتن عادل. كابتن محمد شرف في اوضه اللبس ممكن يقول للعيبه كابتن عادل عايز اولا يبقى في ضغط من تحت، لان انت مفروض انت الاقوى وانت الاجهز، فيبقى في ضغط زي ما قال كابتن حشيش ان هو يبقى الضغط بحيث ان هم هيبقى في اخطاء. الحاجه الثانيه هو المدرب بتروجيت بيلعب بطريقه يعني فيها مجازفه عاليه جدا، ان انت في بدايه الموسم مش ممكن ابدا تعمل ضغط من تحت وتلعب 90 دقيقه بالضغط ده انك ما انتش فت، وبالتالي اعتقد ان الشوط الثاني هيحصل نوع من الهبوط واخطاء في التمرير، وده اللي المفروض شرف يعود لعيبته عليه. اول الخطوط لازم تتقارب شويه، وبعدين التكمله في الهجمه. في وسط الملعب في مشكله، لازم يبقى في تغييرات في نص الملعب. احمد اشرف الحقيقه مش في حالته وبيحاول يزود، ما بيأديش الكره السهله. برضو مازن تحس ان هو مازن اسامه المفروض ان هو اداؤه يبقى اقوى من كده وافضل من كده. اللي مغطيه الحقيقه محمد شرقيه، محمد شرقيه، ومحمد شرقيه عامل مباراه كبيره. كابتن حشيش وكابتن عادل بيقول التغييرات مهمه، مين من على مقاعد البدلاء ممكن يبقى ليه دور الشوط الثاني ويقدر يغير الشكل الافضل؟ والله يا اسامه احنا عندنا يعني اكتر من لعيب، هنشوف بقى التدعيمات الجديده المفروض تظهر. عندنا في كريم لازم ينزل برضو نشوفه، الناس متشوقه تشوف برضو الناس اللي حاضره من بتروجيت، المفروض ان هم من دجله اقصد. في عبد الرحمن رشدان برضو، في ادهم، في يوسف عبد الله زيدان، الناس دي كلها برضو عايزين نشوفها. طبعا اللعيب اللي احنا جايبينه من عبد الرحمن رشدان وكريم الدبيس اثنين من وادي دجله. انا كان نفسي يبقى موجود، بس طبعا حصل مشكله دلوقتي في بس الكارنيه بتاعه اللي هو احمد طعيم اللي كان بيلعب في اليونان. ده لعيب كويس قوي على فكره. بس يعني هو الاستغناء الدوليه جت، بس الكارنيه لسه ما طلعش، هنشوفه من المباراه القادمه. اهم حاجه زي ما الكابتن عادل بيقول الخطوط تقرب شويه يحصل ضغط، احنا دلوقتي مش مستعجلين، انت بتقدم بهدف وتستغل الاندفاع بتاعهم الدفاعي شويه، يعني هم بيندفعوا على لاعبتنا في الضغط، فممكن تاخد برضو فاولات اكتر من على 18 ممكن تقدر، لان واضح ان شرف كنا لسه بنتكلم انا والكابتن عادل بيعمل حاجات في الكور الثابته وعنده حاجات في الكور الثابته. كذلك برضو التنويع في الناحيه الهجوميه، الناحيه الهجوميه بيلعب على طول من الاطراف من ناحيه الشمال وناحيه اليمين، ما شفناش جمله كابتن عادل من اختراق من العمق فدي برضو ممكن يركز عليها شرف الفتره الهدف الجاية. معانا كابتن عادل كابتن حشيش، عايزين نتكلم برضو عن الهدف. الهدف يعني صناعة محمود حمدي المهاجم، استغل طوله وجه الكرة، العمق هنا كابتن حشيش بالظبط، ميدو أسامة دخل هو بيلعب على الطرف الشمال، دخل للعمق قدر يروح انفراد وقدر يركنها على يمين حارس مرمى بتروجيت محمد عادل. عايزين نشوف الهدف تاني عشان كابتن عادل طعمه كابتن حشيش يتكلم عليه، هيجيبوا لنا الهدف ده. هدف حلو يا كابتن عادل، حلو الهدف معانا طبعا. الراجل اللي بيبقى على الطرف بيشق اللي جوه بيبقى غير مراقب حقيقي، وبالتالي محمد حمدي لما بيطلع بيحطها له بدماغه، اعتقد ان دي جمله يعني شرف معودهم عليها. والدليل على كده ان هو حطها لهم بين السردباكين، وبعدين طبعا الراجل حاططها بشكل رائع، على الرغم انه شوف الكثافه العدديه كابتن في 3-4 من بتروجيت، ومع ذلك الراجل بهدوء من غير رعونه، وحارس المرمى ما شاء الله قوي البنيان وطويل، ومع ذلك هو حطها بهدوء، ما تسرعش، ما كانش فيه رعونه، حطها بهدوء وحطها في الزاويه اللي هو فعلا الزاويه الفاضيه. انما جول حلو قوي، وفي برضه جولين ضايعين الحقيقه كان ممكن جدا يعني يبقى فيه 3 اهداف، لكن ان شاء الله الشوط الثاني اعتقد النادي الاهلي هيجيب اكتر من هدف في الشوط الثاني، نتيجه زي ما انا قلت
اللياقه البدنيه مش هتصعب بتروجيت لانهم بيلعبوا بضغط وبعنف شديد. وكان ممكن جدا يبقى فيه اكثر من انذار، خاصه الكره الاولانيه بتاعت ميدو بتاعت ميدو نبيل. الراجل دخل فيه دخله بالركبه في ظهره وكده، كان المفروض يبقى فيه تحذير شويه عن سريعا يا كابتن حشيش. زي ما قلنا علشان نشوف الهدف الثاني. زي ما قلنا ان حته ان احنا بنلعب من الاطراف المساكين بيبقى عاملين حسابهم ان اللعب كله من الناحيه دي، بيبقى في ثغره في العمق. كمان في زاد اشرف ويوسف خليل اللي هم الاثنين المساكين بتوع بتروجيت، هم اقوياء كل حاجه بس ما بيغطوش على بيقفوا على خط واحد عشان بارد قوي في الكوره اللي هي الجات. وعلى فكره يوسف خليل ده من ابناء النادي الاهلي اللي راح بتروجيت يعني. فلازم نعتمد على العمق اكتر من كده، ولازم يبقى في جمل تقدر انك تحرز بيها الهدف الثاني ان شاء الله. ان شاء الله الهدف الثاني للنادي الاهلي نشوفه في الشوط الثاني. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ونروح لملعب اللقاء ومعلقنا المتميز الكابتن تامر عبد السلام.